المباراة دي كان فيها بعض الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وبما اننا عندنا حالات تحكيمية مثيرة للجدل، وبما اني دايما لا اقول رأيي ابدا في الحالات التحكيمية، فالافضل يقول لنا رأيه الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وكل مشاهدينا. صباح الفل، اخبار حضرتك ايه؟ كله زي الفل والله الحمد لله. كويس؟ النهارده شفت اداء التحكيم ازاي ولا تحب تخش على الحالات على طول؟ لا النهارده بص محمد عادل عنده قد كده كتير. محمد عادل من الحكام الكبار في مصر، من احسن اربع خمس حكام في مصر، بس النهارده بقول ان محمد عادل مش موفق النهارده. مش موفق النهارده؟ دي حقيقه خالص. لا لا حقيقه مش موفق النهارده، لان في حالات ما ينفعش محمد عادل يغفل عنها النهارده. طب نبدا حالات النهارده. فضل. واعتقد الحاله الاولى معانا يا جماعه جاهزه، لو جاهزه يلا نعرضها للكابتن جاهد. يلا بينا نعرض. دي الحالة. دي الحالة الأولى بنتكلم على تسلل موجود، المساعد بيعمل ديلي للراية، بيستمر اللعب وفي الآخر بيرفع التسلل، والتسلل صحيح من المساعد الأول. كان متمركز التمركز صحيح وقرار صحيح من المساعد، ولما الحاجة كويسة بنقول عليها كويسة. فهنشوف اللقطة هتلاقي الراجل في تسلل وتصل مظبوط. تمام. الحالة الثانية بنتكلم على الدخول بالمنظر ده، دخول باللاعب الإسماعيلي بالمنظر ده، ما ينفعش تعدي بدون قرار. يعني في الاخر بتتكلم لعب الكره بس مكمل في الرجل، ما ينفعش حد بدون قرار. في الاخر بنتكلم ان لازم على الاقل ركله حره، مش شرط انذار، بس بتكلم ان مش شرط انت وصلت للكوره يبقى انت برضو عملت الصح، لان انت وصلت للكوره وبعد كده جبت رجل لعيب، وبالتالي بنتكلم في الدوسه دي لازم 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 يتعاقب عليها، حتى لو بعد ما لعب الكوره واخطا بيتعاقب عليها. محمد عادل في وضعه الطبيعي هيعمل ده. فدي ما اتحسبتش. ما اتحسبتش، هو على سنه وصل للكوره، بس بعد ما وصل للكوره ده في يدوس على القدم، فطبعا لازم يتعاقب عليها. تمام. اللعبه اللي بعد كده دي شك في ركله الجزاء الاسماعيلي. شك في ركله الجزاء الاسماعيلي، احنا بنتكلم على يعني هي كفايه ولا مش كفايه؟ هي في ماسك موجود ومن اللاعب الزمالك، لكن نوت انف، مش نقول ان دي مش كفايه لحساب ركله الجزاء. اللاعب بيستغل ماسك خفيف او تلامس ضعيف، ان هو اسقط نفسه، وبالتالي مش مقنعه ان يحسب ركله الجزاء. قرار صحيح من محمد عادل ومراجعه صحيحه من الفار، واللعبه تستمر واستمر اللعبه، كان قرار صحيح. تمام، ناخد اللي بعدها. ده الهدف اللي تم حسابه للاسماعيلي. دي يعني اكبر لقطه زعلتنا النهارده في من محمد عادل، حكم محمد عادل حكم كبير ومعاه حكم فار كويس برضو موجود. لما يستدعيك الحكم ويوريك لقطه تحكيميه في بناء الهجمه، في مرحله بناء الهجمه، الاي بي بي لكل حكام مصر يعرفوا المعمول معاهم الرخصه بناء الهجمه، لما في خطا بنرجع ونلغي الخطا ونلغي الهدف ونحتسب الخطا لو في لو وجد خطا. هو طلع شايف اللقطه، واللقطه واضحه صريحه، لاعب الزمالك هو اللي لعب الكوره، لاعب الاسماعيلي الكوره خبطت فيه، ما لعبش الكوره تماما. راح بالقصبه على قصبه اللاعب الزمالك، وبالتالي في خطا موجود من اللاعب الاسماعيلي. الضربه اللي جابها له خطا واضحه وجابها له من كذا زاويه، الخطا موجود، راح للرجل مباشره، وبالتالي ده خطا واضح على لاعب الاسماعيلي، كان لازم الحكم يحتسب ركله حره مباشره للزمالك ويلغي الهدف اللي تم احتسابه. ده الهدف الاول للاسماعيلي كان المفروض يتلغي. كان المفروض يتلغي وركله حره مباشره للزمالك ويلغي الهدف، لان طبعا بالصوره دي ما ينفعش يستمر اللعب والاسماعيلي يحرز هدف ويستفيد من خطأه في النص. انت عارف يا كابتن جهاد، وانا بتفرج على المباراه ديت قلت برافو الفار، يعني ممكن كره زي دي ممكن الفار يسرح، او الناس اللي قاعدين على الفار ما ياخدوش بالهم ان هي بدايه الهجمه كان فيها فاول، فما يندهوش للكابتن محمد. لما ندهوله قلت برافو عليهم، والمسؤوليه دلوقتي عند الكابتن محمد عادل، هو ياخد القرار او ما ياخدوش. يعني بالظبط بالظبط، هو الفار عمل الواجب وعمل دوره. يعني صحيح. اللعبه دي بنتكلم في تهور واضح كان حاصل من لاعب الاسماعيلي، اللعبه كملت، محمد اتاح الفرصه واستمر اللعب ورجع بعد كده الانذار في قرار صحيح من اللعبه، يعني الفاول بالمنظر ده طبعا في تهور واضح، كمل اللعبه ورجع بعد كده للانذار لاعب الزمالك، اسف مش لاعب الاسماعيلي. صحيح. ناخد اللي بعدها.
بعدها بنتكلم في لعبه صبحي، محمد صبحي مسك الكوره، لعب الكوره كره في اللعب. تمام. اللقطه اللي جايه دي لقطه فار، زي ما انت كنت متميز في الهدف الاول وجبت الحكم، كان لازم في اللقطه دي تجيب الحكم، هو الراجل لعب الكوره في تناول يعني مناوشات حصلت ما بين اللقطه دي. نوقف يا كريم، ارجع اللقطه دي. اللقطه الرجل مسك صبحي الرجل في اللعب الاسماعيلي دي والكوره في اللعب. دي الناس بتتكلم على كارت احمر، لا هي في اي مكان في العالم هتبقى ركله جزاء وانذار لمحمد صبحي، نفس المعيار اللي عملته مع الشناوي في ماتش الاهلي وبيراميدز. اللقطه ديت ما فيش فيها كارت احمر، هي دي يعاقب العقاب الاشد لمحمد صبحي ان الكره في اللعب، فركله جزاء للاسماعيلي يتم احتسابها، ودي لقطه فار لازم حكم الفار يستدعيه. لكن انا بقول باحساسي كحكم ان هو لما استدعاه في اللعبه اللي الغاء الهدف وما خدش منه، فهو ما استدعاهوش في اللقطه ديت عشان كان قلقان ان ما ياخدش منه في لقطه زي كده. بقول لك احساسي كحكم، مش عارف التفاصيل اللي حصلت بينهم، لكن كان لازم مصطفى مدحت يستدعي محمد عادل في اللقطه دي ويتم احتساب ركله جزاء للاسماعيلي وانذار محمد صبحي. هايل هايل حضرتك، يعني مش هايل يعني كده اللي الصوره اللي قدامنا بنفصل يعني اللي حصل في الصوره واللي ممكن يكون حصل في الملعب طبعا. في اللقطه دي على فكره محمد عادل كان مع الكوره، مش شايف اللي ورا ده كله، فهو برضه مش معذور فيها يعني. تمام. اللقطه دي بنتكلم على يعني اللعبه دي ما تعديش من دون انذار، يعني اللعبه بالتهور بالمنظر ده اللي احتسب الخطا، بس ما ينفعش تعدي بالمنظر ده بالعنف ده باقصى درجات التهور ده. الانذار ده بنقول عليه اورنج، يعني كارت احمر كارت برتقاني. الاورنج ده مصطلح بنقوله في التحكيم ان ده اقرب للكارت الاحمر بس هو مش كارت احمر، فبتتكلم ده اقصى درجات التهور. حلوة. ما ينفعش حلوه يا كابتن جهاد، دلوقتي قلت لي معلومه جديده جدا، موضوع الاورنج ده بتقولها لا احنا بينا من بعض بنقول كحكام يعني ده يحتاج اقصى درجات التهور المقربه قوي للكارت الاحمر بس مش كارت احمر. يبقى كارت اورنج. احنا بنقول بيننا وبين بعض كحكام بنتكلم ان في اورنج، ان انت لعبه تستاهل اقصى، ما ينفعش اعديها كده من غير انذار. حاله تستحق كارت اورنج جديده دي، وحلوه يعني نستخدمها بعد كده. تمام يا كابتن. اللقطه دي الزمالك طالب بيها بركله الجزاء. الكره في الايد لكن الايد فاضيه طبيعي، مش مكبره الجسم، وبالتالي لا يعاقب اللاعب عليها باي حال من الاحوال. الايد فاضيه طبيعي ساعه لمس الكره، الايد من البدايه للنهايه فاضيه طبيعي، ما كبرتش الجسم، ما حصلش عليها اللاعب، وبالتالي كان قرار الحكم اللي موجود في مكان ممتاز قرار صحيح، ومراجعه الفار كانت مراجعه صحيحه، واستمرار اللعب كان قرار صحيح. يا كابتن جهاد الله يفتح عليك والله، ينور عليك كالعاده والله بجد. كابتن يا كريم، احنا عايزين الفتره اللي جايه ربنا يكرم في التحكيم، احنا في اخطاء بدات تزيد، احنا عايزين بس الناس تركز الفتره في نهايه الموسم. لا انا عايز اسالك سؤال دلوقتي مباشر وعارف اجاباتك الصريحه والمباشره. تمام. كابتن محمد عادل، هذا الحكم المحترم الحكم الكبير، اسالك سؤال بين السطور. هل تاثر بتصريحاته السابقه الشهيره بتصريحات الاحتواء في هذه المواجهه؟ ما تفكرش. وارد على فكره، وارد جدا، وارد، احنا بشر في الاخر، لكن في عايز اقول لك محمد عادل حكم كبير ومن احسن 4-5 حكام في مصر. اتمنى ان الماتش ده يبقى ماتش عابر بالنسبه له، وفي الاخر حكم كبير، وان شاء الله يستمر بصوره احسن من كده ان شاء الله. ان شاء الله. اتفرجت على مباراه الوداد النهارده وصن داونز ولا ما عدتش عليك؟ لا ما شفتهاش. لا كان في، يبقى اتفرج عليها بقى عشان فيها قرارات تحكيميه كثيره كثيره كثيره، فيها بطاقتين حمراوتين لصن داونز. ممكن نتكلم فيها ان شاء الله. نتكلم فيها. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات.